مساء الخير. من زمان طبعا ما صار في فرصة نلتقي، وهذه فرصة طيبة في الجو الجميل هذه بالذات نفتح حوارات، يمكن تكون ساخنة ما أدري، يعني المهم نستفيد منها جميعا. أنا حقيقة أولا بودي أقدم التهنئة للمنبر الديمقراطي على إعلانه موقفا شجاعا من مشاركته في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة في 2018، وأنا أعتقد هاي خطوة جيدة، وضعت القطار في السكة على السكة الصحيحة وفي الوقت المناسب، لأن الوقت المتاح حاليا وقت قليل، ربما مسعى من المسائي للبحث عن وسائل جديدة للتعاطي مع القضايا السياسية وللوصول إلى توافقات بين كافة الجهات لخدمة طبعا شعبنا ووطننا في النهاية. طبعا هاي مو موضوعنا الحالي، بس يعني بغيت أهنئ المنبر على الموقف الشجاع هذه. شكرا. أنا حقيقة يعني طبعا أفضل أن العنوان يكون سياسات وآليات مكافحة الفساد. سبب يعني في كتيب صدر مؤخرا عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، في معلومات كثيرة. طبعا هاي دراسة شملت 7 دول، منها طبعا البحرين، الأردن، فلسطين، العراق، المغرب، اليمن أيام ما كانت في أوضاع مناسبة، تونس، 7 دول. على كل اللي يهمنا في الموضوع حاليا أن موضوع، أولا موضوع الفساد يعني موضوع كظاهرة ظاهرة معقدة مو بسهلة، يعني ربما الواحد ينظر له انه والله لا الفساد اكو هذه يرشي ذي وهذه يسوي كذا وانتهى الموضوع. لا، يعني ظاهرة الفساد معني باستغلال واستخدام طبعا المنصب، استخدام النفوذ، استخدام الوظيفة وللمصلحة الشخصية على حساب طبعا المصلحة العامة، وهذه لها تأثيرات سلبية، يعني تأثيرات على القيم المجتمعية، على العلاقات الاجتماعية، على الأمور الاقتصادية في الدولة. عموما وداينا للفساد مع البرلمان. ليش البرلمان معني بأمور الفساد؟ أولا كلكم تعرفون في أي دولة في هناك 3 سلطات، سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية. فالسلطة التشريعية اللي هي السلطة الرقابية معنية بمحاربة الفساد، معنية بالتعاطي مع المال العام، لأن المال العام حقيقة يجب المحافظة عليه، خاصة في ظل الأوضاع اللي احنا نعيشها حاليا. أوضاع اقتصادية صعبة، وأيضا في هناك جملة تراجعات موجودة بالنسبة للحقوق، بالنسبة للحريات، بالنسبة للأمور الديمقراطية بشكل عام. فبالتالي في ظل هذا الوضع فنشوف أن البرلمان معني من ناحية كون السلطة من السلطات يراقب السلطة التنفيذية، فبالتالي هو دور كبير في محاربة الفساد وفي مكافحته. كذلك احنا لما نبحث عن منظومة النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد نجد أن دور البرلماني دور أساسي،
دور جوهري، وكلنا نعرف أن البرلمان يختص بأمرين أو ثلاثة، خلينا نقول أول يعني أول اختصاص البرلمان كلنا نعرف الاختصاص المتعلق بالتشريع، فالبرلمان يشرع، والتشريع مو أمر سهل، لأن في كثير من الأمور أنت ممكن تحارب بالفساد من خلال دورك التشريعي. كذلك فيما يتعلق بالدور الرقابي، في دور رقابي للبرلمان، فبذلك البرلمان له دور كبير في مراقبة كثير من الأمور. أولا فيما يتعلق بأداء الوزارات، ثانيا فيما يتعلق بالميزانية العامة مثلا، أوجه الصرف. لذلك أتيحت للبرلمانيين آليات مهمة لمراقبة الفساد والتصدي له. طبعا أيضا في هناك جانب التمثيلي للبرلمان، البرلمان أيضا دوره يمثل الشعب، يمثل الجمهور، فبالتالي ينقل نبض الشارع، مطالب الناس إلى البرلمان. طبعا السرقات لما تزيد لازم البرلمان ما يكون واقف مكتوف الأيدي يعني يتفرج، بل بالعكس لازم يكون له دور كبير في هذا الجانب. الكتيب ذي حقيقة كتيب جيد، ويعني أتشرف أن أنا شاركت في إعداده، لكن يعني فيه معلومات كثيرة تتعلق بدور البرلمان والبرلمانيين. يعني خلنا نذكر على سبيل المثال من خلال يعني الكتاب يتعلق أولا بالسياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول العربية من ضمن البحرين. زين، شنو دور البرلمان في مثل هالأمور؟ يعني إذا جينا وتكلمنا عن السياسات، طبعا البرلمان دور كبير في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا دور مهم. المفروض أن البرلمان والبرلمانيين يقومون بدورهم في هذا المجال. طبعا إذا تركنا الموضوع فقط للسلطة التنفيذية، فبالتالي ربما السياسات دي ما تكون تعكس الرغبة الشعبية، تعكس طموحات الناس في وضع سياسات واضحة للمحافظة على المحافظة على المال العام. طيب، موضوع أيضا الاتفاقيات للتشريعات الدولية، الاتفاقيات الدولية عفوا، البرلمان له دور كبير. وإحنا نذكر يعني كان يوميها من 2002 ل 2004 لما البحرين انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كنا ننادي بالإسراع في الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ووجهنا بعض الأسئلة، وجهنا بعض الاستفسارات من الوزراء عن وين وصل الموضوع، وطبعا كانت في محاولة للتهرب أحيانا، لكن في النهاية طبعا أيضا نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية، في النهاية تم الانضمام للاتفاقية وتم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة اللي هي اتفاقية الأساسية المتعلقة بمكافحة الفساد، والاتفاقية له دور واضح في نصوص عديدة تتعلق بدور البرلمان والبرلمانيين في مكافحة الفساد. لكن للأسف هناك طبعا لا زالت خطوات المفروض نتخذها كبرلمانيين، للأسف الشديد في ظل الوضع الحالي وتركيبة المجلس الحالي، ما أعتقد هذا البرلمان
يتابع أي شيء يتعلق بهذه الاتفاقية وكيفية تنفيذها، تنفيذ بنودها، موائمة بنود هذه الاتفاقية مع التشريعات الوطنية وغيرها من الأمور. فلذلك طبعا دور البرلمان هنا مهم في موضوع السياسات والتشريعات. وكذلك طبعا البرلمان له دور في تشكيل الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد. اتفاقية الأمم المتحدة تترك المجال للدولة أن تقرر إما يعني تقيم سلطة أو هيئة أو whatever أي تسمية احنا نسميها لمكافحة الفساد. احنا في البرلمان حاولنا يعني في أوقات كثيرة حتى بعد ما طلعنا البرلمان، أتذكر مرة من المرات لما كنت في الشفافية سألونا عن يعني موضوع الهيئات المتعلقة بمكافحة الفساد، كان احنا رأينا مع الإخوان في كتلة الديمقراطيين ان احنا يعني نفضل ان يكون في هناك هيئة مستقلة قائمة بذاتها لمكافحة الفساد، لكن الدولة وبناء على بنود الاتفاقية اللي تسمح للدولة ذلك قررت ان تختار هيئة من هيئاتها تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد. هذه مو موضع خلاف كبير، احنا يهمنا ان يكون في هناك هيئة نؤكد على استقلاليتها، هيئة تكون مستقلة. يعني طبعا المستقلة طبعا موارد اكيد يعني تبع الوزارة، احنا ما تقدر يقول مستقلة ماليا، لكن يعني في النهاية يجب ان يكون الاستقلالية كبيرة بحيث انها تقدر تتخذ ما تشاء من قرارات تنفيذية فيما يتعلق بالاتفاقية مكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة أو القوانين المنظمة لذلك. هناك أيضا يعني دور للبرلمان في ملاحقة الفساد والفاسدين، وهذه كان دورنا احنا حقيقة في أول فصل تشريعي. كلكم تتذكرون يعني تشكيل لجنة التحقيق في فساد إفلاس تأمينات والتقاعد، وكان في هناك لجان ثانية تشكلت. وأذكر أيضا في الفصل التشريع الثاني البرلمان شكل لجان، بدينا في الفصل التشريع الثالث والآن الرابع يعني نخلط بين الحابل والنابل، يعني بدل ما احنا نشكل لجان تحقيق ونستخدم أدوات الرقابة المتاحة لنا، للأسف يعني نقعد نبحث عن أشياء ما تخدم الوطن ولا المواطن، نروح بعيد. لذلك مهم دور البرلمان في ملاحقة الفساد والفاسدين. كلكم تعرفون هالأيام تقرير ديوان الرقابة، طبعا موضوع أيضا إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية من ضمن اختصاصات البرلمان اللي احنا تابعناها من البداية لين تم تشكيل ديوان الرقابة. كان ديوان الرقابة المالية فقط، بعدين صار ديوان الرقابة المالية والإدارية، لأن المالية والإدارية مكملين لبعض، هناك فساد إداري وهناك فساد مالي، فبالتالي لابد يكون للديوان جناحين، جناح مالي وجناح إداري. نرجع لموضوع تقارير ديوان الرقابة المالية، أنا ما بتكلم عن محتويات هذا التقرير، لكن سبق وأن قلنا على مدى حين كم سنة يعني من 2000 خلينا نقول 5 إنزين لليوم هذه، كم تقرير صدر، كم حالات فساد مذكورة في هذا التقرير.
لكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. يعني طبعا التقرير أساسا وضع لكل الجهات المعنية للتصدي للفساد. إذا كانت السلطة التنفيذية ما تحرك ساكن، ما تقوم بأي دور، على البرلمان على الأقل أن تثير قضايا الفساد الموجودة في هذه التقارير، يعني فضايا حقيقة يعني. وإحنا في الوقت بحاجة إلى كل فلس، وقاعدين نهوس على المواطنين ضرائب ويعني زيادات وشيل الدعم. الآن أنت عندك كل هالأموال قاعدة تنسرق، فالأجدى أن إحنا نتحرك على الموضوع. إحنا كبرلمانيين دورنا واضح، إحنا عندنا سواء الدستور أو حتى اللائحة الداخلية تعطينا كل الأدوات اللي تساعدنا في تصدي للفساد، بل واسترجاع الأموال، مو بس ملاحقة الفساد والفاسدين، نسترجع الأموال أيضا. لكن للأسف ما في هناك سعي حثيث من قبل البرلمانيين، بل مثل ما قلنا يعني التوجه لأمور جانبية يعني. وأحيانا تشوفهم يناقشون في البرلمان أمور تتعلق بالأمطار والمياه ومدري إيش، اللي هي من اختصاصات البلدي أساسا، مو من اختصاص النيابي. فلذلك يعني أنا أشدد على أهمية دور البرلمان في هذا الجانب، والبرلمان لازم يعني أيضا يتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية في إحالة الكثير من حالات الفساد إلى النيابة العامة. فهذه أيضا دور مهم وجوهري، لكن ما في حد يتحرك. لذلك أعتقد يعني أنه على كافة الجهات التصدي للفساد، سواء كان من خلال الحقائق الموجودة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أو في الحالات اللي مو مذكورة، لأن في حالات فساد لأن ديوان الرقابة يعمل أوديتنج عمليا، فمو بالضرورة يعني هم يشوفون كل أنواع الفساد. لكن أعتقد يعني حالات الفساد المذكورة في التقارير كافي أن إحنا يعني نتحرك ويعني نتصدى للفساد، بل ونسترجع أموال لخزانات الدولة مثل ما عملنا إحنا في لجنة التحقيق في إفلاس هيئة التأمينات، باسترجاع مبالغ كانت مأخوذة من الحكومة من فلوس التأمينات والتقاعد. يعني طبعا تفاصيل وايد في حماية الممتلكات العامة ورقابة على إدارة المال العام، أيضا يعني للبرلمان للدور الحد من ظاهرة تهريب الأموال المنهوبة واستردادها، تكلمنا فيها الاتفاقية في نصوص كثيرة تشير إلى هذا الموضوع، تشير إلى أهمية العمل على استرداد المبالغ في القضايا اللي رفعت مثلا في أمريكا، في بريطانيا، في يعني في بعض الدول. أعتقد هذه كانت فرصة مناسبة أن البرلمان يتدخل بشكل أو بآخر ويضغط. يعني إحنا ما عندنا يمكن أدوات مباشرة إن يعني، لكن يعني أنت كبرلمان تمثل الشعب، عندك أدوات كثيرة وعندك صوت رفيع، عندك منبر تقدر من خلاله يعني تفضح الفاسدين والفساد في الدولة. أيضا للبرلمان دور في تعزيز فعالية واستقلال مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، سواء النيابة العامة أو في المحاكم. يعني هاي من خلال طبعا تعديل التشريعات اللازمة، توجيه أسئلة للوزير المعني إذا كان في داعي استجواب ممكن استجواب، تشكيل لجنة تحقيق. أنا حقيقة يعني أفضل دائما في يعني جملة الآليات الموجودة عند النواب لجنة التحقيق البرلمانية فظيعة جدا، يعني تقدر تفيدك من كل النواحي، لأن أنت عندك أولا الدستور يعطي
للمجلس النيابي من خلال لجان التحقيق اللي تشكله أن يعني تحصل على كل المعلومات اللي تبيها المتعلقة بالموضوع، وعلى الحكومة يعني سلطة تنفيذية أن تلبي ذلك. فأنت عندك مجال أن تحقق مع الوزير، تحقق مع المدراء، تحقق يعني هاي تحقيق سياسي طبعا مو تحقيق جنائي، لكن توصلك في النهاية إلى رأس الفساد على الأقل، أو إلى المفسدين الموجودين، أو إلى يعني البحث عن شنو الخلل اللي كان موجود. ربما ما في فساد، ما في مفسدين، لكن عندنا نقص في التشريع، عندنا نقص في الكوادر، مثل في هيئة التأمينات مثلا على سبيل المثال، يعني هيئة تحت يدها ملايين الدنانير، إنزين حاطين جهاز ما يعرف يتعامل في الاستثمار، وقاعد يخسر البورتفوليو، وكثير من الأموال قاعدة تروح تحترق بدون ما يتحركون. يعني هذا أمر ضروري التصدي له، ولجنة التحقيق هذه تقدر تفيدك إفادة كثيرة، ومن خلالها أنت تقدر تبني عليها، هل بتستجوب ما بتستجوب، تبي تروح أكثر من ذلك ممكن. فلذلك أنا أعتقد يعني لجان التحقيق البرلمانية مفيدة جدا ويجب الاستفادة منها، وإذا بغينا فعلا يعني عمل مهني جيد ممكن تبدأ بسؤال، من السؤال تنطلق إلى مراحل أعلى شوي شوي لين توصل إلى الاستجواب، وممكن طرح الثقة في النهاية. بالنسبة لدور المجتمع المدني والبرلمان، حقيقة الاتفاقية أيضا نصت في المادة 13 على دور كبير للمجتمع المدني في التصدي للفساد، ودور البرلمانيين في التعاون مع الجمعيات لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. والمجتمع المدني عين البرلمان يعني في النهاية، وبالذات مثلا جمعية الشفافية، الجمعيات الأخرى المهنية أعتقد لها دور كبير في التصدي لظاهرة الفساد، ويعني محاربة الفساد بشكل أفقي، بحيث أن كل المجتمع يشارك في التصدي للفساد. ولكن للأسف يعني أشوف يعني أيضا من ناحية، أولا يعني الجمعيات المهنية، الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد دورها بدأ يتراجع، ما أدري نتيجة ضغوط، نتيجة أيضا يمكن للأسف الشديد الواحد يقول الأمور الطائفية اللي صارت نتيجة أحيانا تجاذبات السياسية، و يعني تحويل المجتمع المدني إلى أحزاب سياسية للأسف الشديد، وهذا شيء ما يخدم طبعا في النهاية عملنا الجماهيري. للإعلام دور كبير أيضا، وللبرلمانيين دور في تعزيز دور الإعلام في مكافحة الفساد. أعتقد هذا الدور غايب، يعني أنا سمعت عن مرسوم بقانون موجود عند البرلمان من الفصل التشريعي الثاني أعتقد، واليومنا هذه إحنا ما شفنا القانون صدر، وطبعا البرلمانيين راقدين، على الأقل أنتوا في قانون موجود حركوا حركوا، لكن لا حياة لمن تنادي. فطبعا كلنا عرفنا يعني برلماننا على رقابة أيضا، أقول الإعلام على رقابة، بالتالي وجود قانون على الأقل، وإذا كان القانون قانون جيد فممكن يفيدنا في أيضا التصدي للفساد ومحاربته. وكلكم تعرفون يعني إحنا أساسا تعاوننا مع كثير من الجرائد والمجلات اللي كانت موجودة في الفصل التشريعي الأول، وقدرنا يعني نبرز من خلال الصحفيين الوطنيين، الصحفيين النزهاء
فعلا قاموا بدور طيب في فضح الفساد والمفسدين. لكن الآن أنا أشوف الموضوع تراجع تراجع كبير. دور البرلمان في التعاون مع الجمعيات السياسية، يعني أنا حتى الآن أنا ما أشوف يعني في أي تعاون واضح حول أي برنامج من البرامج، بما في ذلك برامج مكافحة الفساد. يعني أعتقد لازم يكون في هناك في الدول المتقدمة دور كبير للبرلمان في التعاون مع الأحزاب السياسية. وأنتم تعرفون في الدول المتقدمة البرلمانات مكونة أساسا من الأحزاب. يعني إحنا للأسف الشديد بالذات في هالفصل التشريعي ما في عمليا مستقلين، وبين قوسين يعني مستقلين، اسمهم مستقلين بمعنى أنهم أفراد مو محسوبين على حساب. فبالتالي أنا أعتقد أن يعني على وبغينا أيضا إحنا نطور من تجربة الديمقراطية في بلدنا، يجب تشجيع الأحزاب وبرامج الأحزاب من خلالها تخوض المعركة الانتخابية، والبرلمان يكون مشكل من أحزاب مثل الأحزاب. أوكي ممكن يكون أفراد نسبة بسيطة، لكن يعني أنت يعني حاليا عمليا أكثر من 90% هم أفراد وليسوا من يعني جمعيات سياسية، يمكن عدا المنبر الإسلامي والأصالة الممثلين للأحزاب، ما أدري بعد في أحزاب غير ممثلين، صور لي ما في غيرهم. فبالتالي أنا أشوف أن يعني هذا أيضا يعني نقص كبير عندنا في البرلمان البحريني، لأن الأفراد سهل التأثير عليهم، سهل شراء ذممهم، لكن وجود أحزاب وجود برامج لهذه الأحزاب في البرلمان هذا بيقوي دور البرلمان، بيقوي أيضا الحركة السياسية في البلد، وبيقوي مصداقية الدولة أمام الرأي العام العالمي. أعتقد يعني هذه نقطة أيضا مهمة. إيش قد عندنا بعد وقت؟ خلاص نص ساعة أعتقد. أوكي ما هو قال يا من الحين سكت بس. خلاصة الكلام يعني أنا أعتقد إن إحنا إذا بغينا فعلا نتصدى للفساد ونحارب الفساد بشكل جيد من خلال البرلمان، لازم يكون عندنا برلمان قوي. أما في ظل وجود برلمان هزيل وضعيف ويعني ما يقدر يسوي شيء، أعتقد إحنا في وضع مو سليم. فلذلك يجب البحث عن مخرج لهذا الوضع ضمن طبعا أوضاع أخرى مو جيدة في البلد. أتصور يعني لذلك أنا يعني بديت كلمتي يعني تهنئة المنبر على خوض الانتخابات المقبلة. إن شاء الله إحنا نأمل أن هذا يكون أيضا معترك جيد، سواء في تثقيف الناس وتربيتهم السياسية، أو في إيصال طبعا ممثلين وإيصال وجوه قوية تقدر تتصدى مو فقط لموضوع الفساد، لأن الفساد جزء من عملية متكاملة في الحراك السياسي الديمقراطي والوطني. أكتفي بذلك، إن شاء الله من خلال النقاش نقدر إحنا يعني نسلط الضوء على أمور أخرى إن شاء الله ونبلور الأفكار. شكراً.